الإنشاء ميناء في غزة هيأثر على وحدة قبرص، فشو رأيك؟ إيه والله رد هذا على كلام الدكتور عزام الأحمد صحيح، فهو يعني الظاهر أنه بتعني قبرص أكثر ما بيعني غزة اللي هي بلده. لا والله يعني مش عارف انا ايش الواقع، يعني ايش المنطق اللي حكوا فيه، يعني هو بالعكس اذا فتحنا ميناء على قبرص بتصير غزه دويلي، ما لناش علاقه في الضفه وما لناش علاقه في اي عالم. فانت ضد الميناء؟ صحيح. كل البلدان الاجنبيه والعربيه لها موانئ، صح؟ اشمعنا احنا ميناء غزه اللي بده ياثر على قبرص؟ هي منقسمه قبرص لليونان وقبرص لتركيا، احنا بنعمل قبرص لغزه في النص. مين قبرص هذا؟ قبرص هاي. طب نشوف وحدتنا في الاول قبل وحده قبرص. فتحت الميناء بتنمى اقتصاد غزة، بنخش على البلد بيرخصوا المنتجات، بيرخص الدخان. كان هذا الاشي موجود من زمان وما كان مأثر، بالعكس كان التجارة كانت ماشية عنا وعندهم، يعني هذا الاشي صار من جديد حكاية الانقسام. بس بكفينا عاد احنا منعزلين عن العالم. يا شيخ اعمل اي حاجة. طب حيأثر على وحدة قبرص؟ وحدة قبرص؟ يا شيخ انت الثاني. هم ممكن الممرات عندهم في البحر نفسه، يعني قبرص شنو ده عافية؟ احنا من وين لوين قبرص؟ تاني سنة شان ياش؟ يعني عزام الأحمد بدوش مينا؟ يعني بدنا نضلنا عايشين على ظل اليهود، على ظل عزام أحمد؟ بدوش يكون الاستقلالية بالمرة؟ نكون مستقلين احنا، كنا عايشين زي البني آدمين، يكون في عنا مينا، يكون عنا مطابع، يعني يكون عنا كل